اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حادق معاكم سالي فؤاد. النهارده ان شاء الله هنعمل رز هيبقى بالكركم والكاري ولبن جوز الهند وبالخضار وطعمه جميل جدا ان شاء الله هيعجبكم ومفيد قوي. تاني وصفه هيبقى طبق هدايا معمول بشكل بسيط خالص وسهل وهيبهركم ان شاء الله. طيب اول وصفه زي ما بقول برضو بسيطه خالص. احنا عاده كتير جدا بنبقى عاملين الرز بيتبقى لتاني يوم ومنبقاش عارفين نعمل بيه ايه. الوصفه دي تنفع قوي للرز البايت. انصح دايما ان احنا نجيب رز اسمر سواء الحبه قصيره او طويله يبقى الرز اسمر عشان ده بيبقى طبيعي اكتر واحسن للجسم عن الابيض. طيب كل انا هعمله دلوقتي المكونات اللي معايا هيبقى معايا بصل مبشور، هستخدم مكعب زبدة او مكعبين يعني كل واحد على حسب بقى عامل رجيم ولا لا، اللي عنده كوليسترول ما يحطش. معايا خضار، معايا بروكلي حلو قوي للرجيم، حلو قوي للعظم، حلو قوي لحاجات كتير للمناعة. الفلفل الاحمر برضو حلو جدا للمناعة، مليان مضادات اكسدة وفيتامين سي ومهمة قوي للوقت دلوقتي ده عشان البرد. معانا الكوسة، مش لازم الكوسة بس يعني هي حاجة زيادة. ومعانا كمان فراخ، بيبقى برضو عاملين مثلا فراخ من اليوم اللي قبله من بقية، طب نعمل بيها ايه؟ بعضمها نقدر نشيلها من العظم ونقطعها مكعبات وتخش، تبقى وجبة متكاملة فيها الرز النشويات، فيها الفراخ، فيها الخضروات متكاملة. الكركم بقى والكاري، الكاري ده عبارة عن ايه؟ ده توابل وجواه كركم، فهو الكركم جوه هو اصلا جوه الكاري. الكركم ده لوحده هو اللي اصفر، هو اللي بيصفر الكاري. الكركم هايل جدا للكبد، بيجدد الخلايا، ليه مفعول، ليه كذا حاجة يعني، هو منها كمان بيقلل الصداع، عامل زي الاسبرين زي ما قلت قبل كده في الجسم، فجميل قوي. انا دايما مع الزبده دايما بحب احط معلقه برضو زيت علشان ما تتحرقش معايا. وهعمل ايه؟ هحط دلوقتي معاها مكعبين، اللي هنا مش عاملين دايت فممكن ازود كده مكعبين كمان كده. وهعمل ايه بقى؟ نزل البصل. في حاجه كمان عايزه اقول عليها، الرز ده البسمتي ممكن واحد يسلقه، يعني مش لازم نعمله بطريقه الرز العاديه، يدوبك نحطه في ميه نسلقه نشيله من الميه زي المكرونه بالظبط ونستخدمه. فهي ده الحلو يعني في الموضوع ان هو بسيط خالص. الاسمر كمان بيبقى فيه قشور كمان ازيد فبتشبع، بتساعد على الشبع. الرز يعتبر من النشويات الحلوه، بيرفع سكر الدم بس يعتبر من النشويات الحلوه مش الريفايند. الريفايند اللي هي بتبقى اللي دخلت الصناعه زي الدقيق الابيض اللي بيبقى مستخرج من القمحيه، ودي حاجه مش طبيعيه، ربنا خلقها مش كده، ربنا خلقها قمحيه كامله ناكلها زي ما هي، ما خلقهاش يدوبك ناكل منها البياض بتاعها. البياض بتاعها ده عشان احنا كبني ادمين بنطلعه من القمحيه، ده اللي بيعلي عندنا سكر الدم. الجسم مش متعود على الحاجات اللي هي الغريبه، احنا بالنسبه لنا دي الابيض ده حاجه غريبه فعلا، فبيتعمل منه بقى المخبوزات والمكرونه والكلام ده، وده اساس امراض العصر. امراض العصر اساسها كلها اساسها دقيق الابيض والسكر الابيض اللي عملهم البني ادمين، مش الحاجات الطبيعيه. الحاجات الطبيعيه البليله، القمح، اي حاجه فيها قمح كامل زي ما هو الجسم ما يتعبش منه عادي، بس بكميات طبعا ما نكترش يعني. العسل الابيض الجسم ما يتعبش منه عشان حاجه طبيعيه، لكن السكر الابيض برضو بني ادم عامله، فعامله ازاي؟ بيستخرجه من الحاجه، مش بتيجي على هيئه حاجه طبيعيه. الفاكهه على هيئه حاجه طبيعيه، الموزه نقشرها ناكلها، فدي كلها حلوه قوي للجسم ومفيده جدا للجسم، ما بتتعبش الجسم وما بتجيبش امراض. زي ما قلت قبل كده الامراض، امراض العصر سببها 80% سوء تغذيه. سوء التغذيه اللي احنا بنشوفها حاليا دلوقتي من اللي بيحصل، فاست فود،
اكل غلط. الفاست فود عباره عن ايه؟ عباره عن دقيق ابيض، سندوتشات البيضه، محشيه ايه، دهون، مايونيز كامل، محشيه ايه، حاجات متحمره. طيب فين الفايده في كده؟ البطاطس المتحمره جنبها، كل الحاجات دي فعلا مضره جدا. هحط دلوقتي الكركم والكاري في التحميره دي عشان يطلعوا من الطعم بتاعهم. كده بيبتدي طعمهم يطلع كده في التحمير. طبعا احنا ممكن نعمل الخضروات دي مش لازم تبقى بالهيئه دي، يعني احنا ممكن ما نعملهاش بالكاري وبلبن جوز الهند، بس هما بيليقوا قوي على بعض على فكره، وبيبقوا حلوين قوي مع الجمبري كمان، وهميين. ممكن احنا نعملها بطريقه تانية، ممكن نشوح البصله بس وندخل بقى التوابل تانية، ممكن نخليها تايلاندي اكتر، ممكن نخليها صيني اكتر، ممكن نخليها، انتوا تلعبوا بقى براحتكم في التشكيله اللي عايزين تدخلوها. عايزين تدخلوها بالقرفه، عايزين تعملوها تدخلوا لها شويه صلصه تبقى محمره، زي ما تحبوا بقى، بس ده اساس جميل الواحد يقدر يشتغل على اساسه. هدخل هنا الكوسه. طبعا نحاول الخضار، الفلفل الاحمر مش محتاج يبقى بيستوي خالص، البروكلي يفضل يبقى متقطع صغير ويبقى يعني على قد ما نقدر يبقى مستوي يعني كام دقيقه بس، هو كوس علشان ما ياخدوش وقت خالص في السوا، لان الوجبه دي المفروض انها خلاص يعني يا دوبك انا بقلب كل حاجه، ست البيت ترجع او ست العامله ترجع من شغلها بتبقى مستعجله عايزه تعمل لاولادها حاجه ياكلوها بسرعه، ما بتلحقش انها لسه من اول تعمل كل يوم اكله جديده. فازاي تبتكر من اكلها تعمل حاجه جديده؟ البيت تعملوا حاجه جديده. ان شاء الله برضو هنعمل قريب الكروكيت، لما يتبقى عندنا فراخ، لما يتبقى عندنا ديك رومي، لما يتبقى عندنا اي حاجه فيها لحوم ممكن نعمل منها كروكيت. كروكيت يتخلط معاها البشاميل السميك وبيتعمل بطريقه جميله جدا، وبندخله الفرن او بنحمره، فممكن الاثنين. البروكلي مش هدخله بقى في الاول خالص، هسيبه ده علشان ده المفروض هيخش في اخر حاجه خالص. الفراخ جاهزه معايا مستويه زي ما قلت من اليوم اللي قبله، هدخله كله. عايز اشيل شويه للوش بس مش لازم، خلاص كله اخد له تشويحه حلوه ولون حلو جدا. ندخل ايه بقى؟ لبن جوز الهند اللي بيبقى جميل قوي مع الكاري. اللي مش عايز ممكن يحط جدا كريمه خفق اللي هي السايله او كريمه لباني، شويه لبن، اللي عاملين دايت يعملوا يحطوا شويه لبن. شايفين بقى عامله ازاي لونها والريحه؟ حلو قوي اللعب بالالوان في الاكل، كمان بيبقى فعلا بيدي يعني العين بتفرح كده زي ما بيقولوا قبل ما الواحد بياكل بتفرق. نزود بقى هنا طبعا الملح عشان الخضار ما فيهوش ملح، الكريمه ما فيهاش ملح، وشويه فلفل لازم طبعا. تقليبه كمان، وندخل الرز والبروكلي، ونعتبر خلصنا الوجبه دي اللي ما خدتش ثواني زي ما قلت اهو. في ايه؟ في 5 دقايق طلعنا الحاجه تبقى جاهزه في الثلاجه، رز جاهز من اليوم اللي قبله، الخضار بنقطعه حتى لو اتضرب يعني في البلندر ممكن نضربه في البلندر. شوف كده بس الاول الكميه، ده كوبايه رز واحده، و يا دوبك بندخله على بعض وبقت وجبه تانية خالص.
والتكه الاخيره دي كمان اللي انا هعملها دلوقتي ان انا احط شويه زينه وهو الكاجو، يفرقوا قوي. في سؤال على فكره اتسالت عليه عايزه اجاوب عليه، ايه الاكلات اللي بتخلي الشعر ينمو احسن ويطول ويبقى بصحه اكتر؟ الحاجات دي اللي هي اساسها اولها المنتجات الالبان، منتجات الالبان بتفرق جدا مع الشعر قوي يعني. الاسماك السلمون والماكريل من الحاجات اللي بتساعد قوي، الخضروات الداكنه بتساعد جدا، والبقوليات من الحاجات اللي بتساعد جدا. طيب في حاجه تاني اللي هي كان كمان السؤال على هقول لكم لحظه واحده، شرب الميه اذا كان بيتخن، الواحد بيحس بعد شرب الميه ان هو فعلا ملى، لكن الزياده دي ما بتبقاش، ده مش الواحد تخن، مش دهون. الجسم لما بناكل ملح كتير، حاجات فيها املاح كتير، دي بتخلي الجسم يحوش ميه، فالواحد بيوزن على الميزان ميه، ما بيبقاش وزن دهون. فلا بالعكس، الواحد يشرب ميه علشان بتخرج بعد كده الاملاح الزياده وبتساعد على الخساسين. طيب ده كده على جنب، احنا كده خلصنا. انا عايزه اغرف الطبق ده، الحلل دي الحقيقه مش ميزه، الواحد مش بيعرف يقلب منها حاجه، بس هحاول ان انا اغرف بقى كده، او لا مش هينفع، هحاول اشيلها. كده بقى شايفين لون ال، كل حاجة ليها لونها كده وجميلة، وجواها الفراخ للولاد كمان اللي ما بيحبوش الخضار عموما، او ما بيحبوش الفراخ كمان. انا ولادي مثلا لا فراخ بتاع، على طول الاقيهم يبتدوا اول ما يعرفوا جوه الحاجة فراخ، ما بقولش بقى خلاص بخبي، بدخل وخبي، ما بقولش. لازم ياكلوا بروتينات، مهمة جدا، مهمة مهمة يعني، للنمو بتاعهم. البروتينات بتخش في كل حتة في جسمهم في النمو، ما ينفعش يوم يعدي من غير ما ياكلوا بروتينات بأي شكل بقى من الأشكال. بس كده اخر معلقة، واخر حاجة احطها عليه دي يعني تكة مش لازم اعملها مع الولاد قوي، مش بيحبوا قوي المكسرات، بس هي بتدي شكل جمالي حلو قوي. لو عندنا بقى ضيوف او عايزين ندلع حد شويه، نحط له شويه من الكاجو معاها. طبق غني متكامل في كل العناصر، الالياف والبروتينات والنشويات والفيتامينات والمعادن والمضادات الاكسده، كل حاجه. ان شاء الله يا رب تجربوه ويعجبكم. نروح بقى الفاصل ونرجع نعمل مع بعض طبق الهدايا. رجعنا تاني وهنعمل دلوقتي حاجه لذيذه جدا جدا ان شاء الله تعجبكم. هنعمل ايه؟ احنا نقدر نشتري حاجه زي كده من منين من عند محلات اللي هي بتاعه ادوات الحلويات، قصدي حاجات ادوات الحلوانيه. ما انا جبتها منين؟ جبتها من محل
هو موجود في كذا حته في مصر، بيبيع حاجات الحلويات وعنده الحاجات دي، او بيتباع في برضه في العتبه في محل هناك، بيبقى حاجات اللي بيروحوا الحلوانيه بيشتروا منه الخامات اللي هي بيشتغلوا بيها في المطبخ او الادوات اللي بيشتغلوا بيها في المطبخ. طيب بنسيح شوكولاته، ومعانا الفندام اللي برضو بنشتريه من الحتت دي. بجيب فندام اللون بقى اللي انتوا عايزينه، ممكن اي لون انتوا حابينه، مش لازم يبقى اللون الروز، ممكن يبقى لون احمر، اي لون زي ما تحبوا، المهم بتطروه على قد ما ينفع. تحطوا تحتها شوية سكر بودرة عشان مش عايزينه يلزق كده، واجيب النشابة وافرد. انا عايزة اعمل على قد مقاس قلب، القلب ده له تكة. اهو كده حلو. هنعمل ايه؟ هروح عايزة اعمل الشكل ده، بس انا عايزة اللي يكون على صينية، فهروح واخدة الفندامة دي شايليها، شيلها بحاجة عشان ما تتجرحش من تحت. بالشكل ده هحطها بقى على الصينية نفسها. هعمل ايه بقى؟ هروح قطعة شكل القلب منها كده بالشكل ده. واروح شايلة الزيادة على جنب كده، معايا شكل القلب. لو انا استخدمتها كده كطبق هدايا مش هينفع، هتبقى طريه معايا هتتحرك. فهعمل ايه؟ هحط فيها الشوكولاته، تخش بعد كده الثلاجه، واقدر استخدمها، اطلعها منها تبقى عامله زي الطبق اللي متغلف بالفندام. نروح حاطين بقى شوكولاته كده فيها. ونروح مدوبين، يعني موزعين قصدي مش مدوبين. نعمل السماكة اللي احنا عايزينها. بحيث انها ما تتقطمش معانا. خلاص كده. اتأكد ان كل حاجة اتوزعت. واروح مدخليها التلاجة. الجاهزة بقى. الجاهزة هتطلع معانا عاملة كده. احنا طبعا بنقلبها عشان وشها يبقى اللي هو الفندام بالشكل ده. في طريقة تانية، ممكن ان احنا نجيب الشكل القلب ده اللي احنا القطعة اللي احنا عملنا بيها، نصب فيها الشوكولاتة، وبعدين بعد ما تسقع نروح مطلعين الشوكولاتة وعاملين برضو القلب لوحده ولازقينهم على بعض زي البسكوت بالظبط. ممكن نعمل كده او ممكن نعمل كده، الطريقة اللي تريحنا اكتر. هي الفكرة بس ان انا عملت الطريقة ان انا عملت الفندام الاول وبعدين عليها الشوكولاتة، لان اوقات القوالب اللي هي اللي احنا عملنا بيها القلب دي بتسرب الشوكولاته من تحت، فتروح طالعه من تحت، ما بتبقاش مساويه بالظبط مع الطبق فبتخرج. فالحاجه اللي بتمنع العجينه الفندام اللي احنا عملناه ده منها هو ديكور، ومنها بيمنع تسرب الشوكولاته مننا. طيب احنا كده خلاص عندنا كده الطبق الحلو اللي احنا ممكن نشتغل على اساسه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الفراوله حلوه لو لسه بالخضار بتاعها كده، ونروح نازلين يدوبك في الشوكولاتة، واروح جاية بقى وفي الأطراف مثبتة الفراولاية
على الطبق، يدوبك نغطس نصها ونحاول نشيل الزيادة عشان ما نلاقيهاش طلعت معانا جامد واروح جاية كده. زي ما انتوا شايفين الموضوع سهل جدا اهو، جميل قوي وفني. ممكن تعملوه باي نوع فاكهه، بس دلوقتي الموسم الفراوله فبيبقى شكل جمالي قوي. انا بحب قوي الشغل بالفراوله بصراحه، يعني ان شاء الله اعمل معاكم قريب. فاكرين البافلوفا اللي عملناها في رمضان؟ هعملها معاكم ان شاء الله تاني، بس بقى بالفراوله لان ايامها كنا محتاجين الفراوله. طيب كده احنا حاطين الفراوله جوه، طبعا نشتغل بنظافه جدا علشان مفيش اي حاجه تخرج منها. احنا عندنا كده الطبق خلاص، احنا ممكن نقدمه بالشكل ده او ممكن نعمل فيه حاجه تانية، ممكن نستخدمه كطبق. هعمل ايه؟ انا بس هجيب طبق عالي عشان اقدم عليه. حطه كده. احنا ممكن نملاه كله فراولة للآخر بالشوكولاتة، او نعمل حاجة تانية مميزة شوية. ممكن احنا اتعلمنا مع بعض نعمل ازاي الشوكولاتة اللي هي من القوالب، ان احنا نجيب القوالب ونحط فيها الشوكولاتة وبعدين نبتدي بقى نشكل. يعني ممكن شايفين القلوب دي تبقى لايقة قوي معاها، ممكن نحط القلوب، ممكن نحط قلوب اكبر، ممكن نحط ورود، ممكن نحط القلوب اللي متشكله كده دي، نحط شوكولاته افتح، يبقى طبق فرصه تقدمه كانه عامل زي طبق براليني اللي بيتباع غالي بره بطريقه بسيطه اهو من غير اي حاجه، تكلفة أقل بكتير جدا وشكل جمالي جدا جدا. الطريقة دي حط ديات، حط دي أحلى، نحطها بعيدة. نكمل بقى بالشوكولاتات اللي هي القلوب دي علشان دي اللي وهمية لايقة قوي على الفكرة. في مثلا زي نعمل الطرف كده بحيث يبقى شكله مختلف سنة، والحلو انه يبقى برضو بارز، يعني ما يبقاش متبقاش الشوكولاتة لدوبك غطسانة جوه، تبقى بارزة علشان تبين برضو معانا. نجات لي اسئلة تانية هجاوب عليها ان شاء الله في الحلقة اللي جاية، عشان وقت الحلقة دي خلاص. ان شاء الله اشوفكو حلقات جديدة وبوصفات جديدة، ان شاء الله اعمل لكم اللي نفسكم فيه. انا جالي طلبات كتيرة بوصفات كتيرة ان شاء الله اعملها، بس عايزاكم برضو تبصوا على يوتيوب، لان زي ما قلت عملت وصفات في رمضان كتيرة قوي حلويات. وبخصوص على فكرة بخصوص الحلقات الدايت او حلقة عن الاكل الدايت، هيبقى فيها حلقة ان شاء الله عن اكل الدايت بس، يعني هتكلم فيها عن اكل الدايت بس، وان شاء الله هتلاقوا كل الاستفسارات اللي سألتوها هتلاقوا الاجابات فيها ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وصفات جديدة. باي باي.